عيلة سعيدة وفرحانة مكونة من الأب ديفيد والبنت ميغان والأم لورين اللي بتصورهم وبتوثق كل اللحظات السعيدة، وفعلا مهم جدا تحتفظ بالذكريات دي لأنه خلاص فيروس الزومبي باسم فيلا انتشر بسبب تجارب خاطئة وانتشر بواسطة المية، وبتحاول لورين اللي فقدت بنتها وجوزها في لاس فيجاس بعد رحلها من هناك، حتى الهوية بتاعتها مش حقيقية، هي بس عاملة نفسها دكتورة عشان تلاقي مكان يستقبلوها فيه، ومش عارفة هتكمل حياتها ازاي. قائدها العسكري جرير قرر يجندها بعد ما انضمت ليهم. هيخرجوا في رحلة لمدرسة سانت ماري، اتصل به الدكتور وورد انه معاه 52 انسان سليم ولازم يبعت الدعم، مهمتهم يروحوا يرجعوهم في المعسكر. عاملين وحدات بعزل صحي للبشر المستجدين هنا لان الفيروس خبيث ما بيظهرش بسرعة. الزومبي ليه مستويات كتيرة، الاول بشري عادي ما يعرفش انه مصاب، والتاني والتالت زومبي بس ذكي، والرابع نادر لان الزومبي بيخش في حالة سبات بعد كده بيتحول للأصعب والأقوى النسخة بتاعة المستوى الخامس. هجم على لورين لانه مستعد يهجم على اي حاجة بتتحرك قدامه حتى لو كان حيوان، وشكل المهمة دي صعبة جدا. المجند جنر هو كمان مراته طلعت في حملة استكشافية قبله ولسه ما رجعتش، والحملة فقدوا التواصل معاها. دينيس نفس الكلام بس جرحها قليل شوية، بتفتقد ابنها اللي مات بسبب مرض في الدم، مسؤول عن الملاحة والطرق للفريق. القائد جرير بينبه على الدكتورة لورين انها قائدة الحملة كلها، هيسمعوا كلامها، لو اي حد فيهم اتصاب بعضة لازم تبعد عنه وتحمي نفسها، ولو هي اتصابت لازم تستخبى، ولما ترجع هيدوها اللقاح الفعال على حالات الجديدة بتاعت المستوى الاول. ببساطة اهم حاجة الدكاترة، السواق كان مجرم قبل كده اسمه ويلر، اول لما يشوف الدم على كتاف لورين يتفائل. قررت لورين تختار الطريق التاني يمشوا فيه، معهم اسلحة وادوات طبية. يروح جنر يديها سلاح يقول لها دكتورة مش دكتورة، لازم تعرف ازاي تحارب الزومبي، عددهم كتير وانا لوحدي مش هقدر عليهم. وصلوا معبر القاعدة والقوات هتسهل لهم الطريق، واول لما يفتحوا البوابة رشوا الزومبي كلهم بالنار. وفي وسط المعركة برضو الدكتورة لورين ما قدرتش تموت زومبي، نجحوا يمروا من البوابة، في زومبي دخل لهم نجح جانر يموته، ودخلوا مدينة لوس أنجلوس. ويقول جانر للورين المرة الجاية لو لقيتك بتموتي مش هساعدك، لازم تساعدي نفسك. قررت لورين يكملوا طريقهم من الضواحي، يرفضوا طبعا لان الضواحي مليانة زومبي المستوى الخامس القوي، ويقولوا لها كده كده احنا مش هنغير الخطة، احنا بس هنغير الطريق. ويقول ويلر لو عايزة تروح الضواحي انزلي خدي لك عربيه وروحي، طبعا هي عايزه تروح الضواحي عشان تنقذ عيلتها. الفريق اتقلب عليها وما عندهاش حل غير تسايسهم في وسط عالم اتدمر بالكامل، ويا ترى هينجوا في المهمه ولا لا. وهم ماشيين في الطريق لقوا بنت بريئه عماله تستنجد بيهم وهي سليمه ولازم ينقذوها. لما تروح لورين تحاول تعمل لها اختبار الفيروس، ويلاحظ جانر انها مش عارفه، عمل هو الاختبار وطلعت سليمه عشان لون الدم احمر مش اسود، ولكن هي اصلا الزومبي حاططها كفخ. طبعا الزومبي ده مستوى تاني وتالت يعني ذكي، عشان كده عمل مصيادة للفريق. جانر عمال يجري يلحق الاوتوبيس، تيجي لورين تموت في الزومبي تعوره هي بالرصاصة، تاخده تعالجه حتى مش عارفة تعالج الجرح. ازاي يستغرب جانر ويقول لها انتي اتدربتي فين على الطب، تقول له انها خبرة 6 سنين في نيويورك، مستغرب وشاكك انها مش دكتورة. الدنيا لسه فيها بشر في بعض المناطق بس معظمهم مستوى اول، الفيروس جواهم بس هم مش عارفين. وهم ماشيين يلاحظ جانر اوتوبيس اللي طلعت فيها مراته قبله، يقرر يوقف، يرفض ويلر، يهدده جنر بالسلاح، ينزل يدخل اوتوبيس كلهم ميتين، حتى مراته مش ميتة وبس، لا دي كمان ميت تاكلة، وده مستحيل لان الجيش ما عندوش معلومة بزومبي بياكل البشر، كل اللي يعرفوه انه بيعد البشر ويحولهم، والباقي في الاوتوبيس يحسوا بحركة فوقيهم. ولما تروح لورين تبص يهجم الزومبي عليها وينجح جانر ينقذها، متضايق على مراته اللي ماتت وخلاص ما بقاش عنده امل. وصلوا مدرسة سانت ماري، دخلوها الطلبة يا عيني كانوا لسه بيحتفلوا بالسنة الجديدة بس ما لحقوش يلاقوا اكل، ويقرر ويلر وجانر ياخدوه معاهم، وتروح لورين ودينيس يستكشفوا في المدرسة. قررت لورين تنقسم عن دينيس وتدور لوحدها، تدخل الحمام تلاقي جثة معاها تليفون ولسه شغال، تيجي ترن على رقم بنتها ميجان ترد عليها وتقول لها ان ابوها خرج يجيب مساعدة، ومن ساعتها ما
ما رجعش وهي في البيت حاسة بالخوف تطمنها لورين انها هتجيلها. يكملوا تدوير في المدرسة يلاقوا ست غريبة مصابة بالفيروس المستوى الاول لسه بس مش عارفة، ومعاها طفلها اللي هو اصلا دمية عمالة تقول لهم خدوه معاكم ده سليم، ولما يرفضوا تهجم عليهم. ما عندوش حل جانر غير يموتها ويريحها. دخلوا الملعب لقوا 58 بشري بس معظمهم ميتين، ومش بس كده دول معهم زومبي وعددهم كبير كمان، والدور معركة. عمالين يهربوا مش قادرين على عددهم، ولكن لقى ويلر شباك يكسره لازم ينطوا منه، وقرر جانر يكسبهم وقت ويموت في الزومبي. ما قدرش عليهم ومات. عمال ويلر يقول لهم لازم نمشي، يرفضوا، يجري هو بسرعه ويسيبهم. ما عندهمش حل غير يتواصلوا مع القاعده تبعت لهم الدعم، بس للاسف الاشاره وقعت، حتى الزومبي سيطروا على الاتوبيس بتاعهم. ما عندهمش حل غير الاختباء. الليل جه عليهم وحسوا بحركه الزومبي حواليهم، دخلوا عربيه يستخبوا فيها، ولكن يدخل لهم الزومبي وينجحوا يموتوه. راحوا مصنع يستخبوا فيه، وتعترف لورين لدينيس انها اصلا مش دكتورة واسمها الحقيقي جيسيكا، سرقت بطاقة دكتورة بس عشان تعيش، وهي حددت مكان بنتها ولازم تساعدها هي تنقذها وتوافق عليها وتعتبرها زي ابنها بالضبط اللي مات بس لسه عايش وعندها فرصة تنقذه. وافقت دينيس لانه كده كده لو عايزة ترجع القاعدة حية لازم ترجع مع الدكتورة لورين حتى لو كانت مزيفة. يكملوا استكشاف المصنع ويحسوا بحركة، ولما يشغلوا الإضاءة الليلية يجي لهم زومبي قوي مستوى خامس، ونجح ويلر يرجع لهم ويموته وينقذهم. لما هرب راح سرق بنك على اساس يعني انه هيأمن مستقبله، والغبي مش عارف ان العالم اتدمر اصلا. وكمان لقى الدكتور وورد مستخبي في مركز اطفاء الحريق، مرضيش يدخله غير بالقائد وهي الدكتورة لورين، لازم نروح له فورا. تصرح لورين بالحقيقة انها مش دكتورة، يصرحها هو كمان بالحقيقة انه لما سرق الفلوس عضه زومبي وهو خلاص حامل للفيروس بس من المستوى الاول. تقول له لورين طيب لو ساعدتني انقذ بنت ميجن هرجعك القاعدة وهديك المصل بتاع الزومبي المستوى الاول وهتعيش. ما عندوش حل غير يوافق، وبما انه مصاب فيقلع ازاي، خلاص كده كده ما هو ملهوش لازمة. خرجوا في الطريق تلاحظ دينيس ان صورة ابنها الميت ضاعت منها، ترجع تدور عليها تلاقيها، ولكن عربية زومبي مستوى اول خبطتها وخطفوها في العربية. والمفاجأة ان المستوى الاول تطور وبقى بياكل لحوم البشر. تيجي بسرعة لورين وتنتقم لدينيس اللي اتاكلت. ياخدها ويلر ويروحوا بسرعة لمركز الاطفاء. يرفض الدكتور وورد يدخلهم الا لو عملوا تحليل الفيروس قدامه، تعمل لنفسها وحالتها تمام، ولما تيجي تعمل لويلر طبعا هيتكشف لانه مصاب بالفيروس، فتقرر تاخد دم من ايديها التانية عشان العينة سليمة. دخلهم ومعاه اخر من تبقى هما 8 بس، وهيحتاجوا ويلر عشان يعرف يشغل لهم عربية الاسعاف لانه كده كده حرامي. ولكن الدكتور وورد ضرب لورين ويقول لها الدكتورة لورين انا اشتغلت معاها سنين وهي ماتت قدام عيني، انتوا كده كدابين. يهددهم بالسلاح ويأمن البشر اللي معاه ويسوق العربية ويمشي بسرعة. يروح ويلر على عربية اسعاف تانية ويشغلها ويهربوا قبل ما الزومبي يهجم عليهم. عمال ويلر يقول للورين ان هو كمان كذب عليهم، اسمه الحقيقي اصلا هو ديفيد، والقوات قبضوا عليه في جريمة سرقة وقرروا يستعملوا خبراته ويجندوه لسواقة العربيات. ويطمن لورين ويقول لها هنروح ننقذ بنتك وهي كويسة ما تقلقيش. وصلت البيت دخلت لقت بنتها حالتها صعبة، فرحت لما شافت امها وخلاص كل امراض فيروس الزومبي المستوى الاول ظهر عليها، وتأكدت امها لورين لما عملت الاختبار وطلع دمها اسود، بس مش هتيأس وهتتمسك بالفرصة عشان تنقذها. لقيت اثار دم والعربيه بتاعتهم، في صندوقها تلاقي جثه جوزها ورساله مصوره مسجله ليها انه عزل نفسه عن بنته ميجان لانه دخل في مرحله صعبه من الفيروس وبعد عنها عشان ينقذها، ولو لورين مراتي بتسمع التسجيل ده فلازم تعرف اني بحبها. مصدومه لورين وويلر في العربيه لقى الزومبي جايين.
المشكلة انه مستوى خامس يعني قوي، يقعد يزمر للورين عشان تخرج له بسرعة، ولما تبص عليه تلاقي الزومبي حصروه، تخلع لبسها الواقي وتلبسه لبنتها عشان تحميها، تيجي تخرج تلاقي ويلر داخل عليها عشان يبعد الزومبي عن العربية ويهربوا منهم من الشباك. قرر ويلر يكسبهم وقت يهربوا، ولما نط مع لورين الزومبي للأسف عضه، يقول لها امشي بسرعة خلاص انا مت، ويشتت الزومبي عنهم. ركبوا العربية والدنيا حواليهم دمار في كل حتة، الزومبي بيزيدوا من هنا والبشر بيقلوا من هنا، خلاص مفيش مكان آمن، حتى القاعدة بتاعتهم الزومبي هجم عليها والقوات مش قادرة على الزومبي. تروح لورين ببنتها ليهم ينقذوها، ما يصدقوش انها دكتورة عشان مش لابسة زي الواقي. ضربوها بالنار ورسمت لورين قلب باخر دمها لبنتها، وراحت القوات لما لقت اسم دكتور على بدلة ميجن، وهم مش عارفين اصلا انها مش دكتورة ودي بدلة امها، يدي جرير القائد امر بانقاذها، وبكده تكون ضحت لورين بحياتها بس عشان تنقذ بنتها. لمزيد من افلام الزومبي هسيب لك قائمة التشغيل ليهم في الوصف.